بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الكرام. ربنا أرنا ما ينفعنا واكتبه لنا وأنت راض عنا ومبارك لنا فيه، آمين يا عظيم. أما بعد، السلام عليكم، والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالأفضل الأكبر. وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود، وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. علاش إحنا نؤمن به؟ الذي له ملك السماوات والأرض لا شريك له، والله على كل شهيد. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار، ذلك هو الفوز الكبير. إن بطش ربك لشديد، إنه هو يبدئ ويعيد، يخلق ويعيد الخلق. وإن بطش ربك لشديد، إنه هو يبدئ ويعيد، وهو الغفور الودود. استحبه ذو العرش المجيد، استحبه. أنا il est le maître du trône glorifié, sublime. فعال لما يريد، ما يستناكش باش شي يزمو يعمل، ولا معقب الحكم زاد. هل أتاك حديث الجنود من التذكير لنبينا عليه الصلاة والسلام؟ قصة الجنود، جنود العرمرم اللي تنشر الباطل وتسوق التعذيب وتسوق الخلا والكفر. شكون هما هذو؟ فرعون وثمود، فرعون تحت مصر، وثمود قوم سيدنا صالح عليه السلام. بل الذين كفروا في تكذيب، دائما صنعتهم هم يكذبوا، ما عندهم حتى شيء خدمة أخرى لما يكذبوا الأنبياء ويكذبوا أتباع الأنبياء عليهم السلام. الأنبياء عليهم السلام أشنو اللي قاعدين يعملوا فيه كلاب هذوما؟ الجنود هذوما هما في على سولد دو فرعون، على سولد دو ساتون، لو ماتر دو مال، لو برنس دو مال، باش ما لا حتى حد ما يؤمن بالله، لأنهم يهدوا المؤمنين. يعني يهدون، يقول لك اسمع، تبطل السلاح ولا استنى 8 سنين حبس. مش تحبس روحك عن السلاح، خير من تحبس روحك عن حريتك. كما تقول انت السلاح مو كل في الكل 30 دقيقة. أمر بالك، ربما تحبس روحك من السلاح، مش تحبس روحك 8 سنين، أقل شيء، أقل تقدير. وهؤلاء الكلاب حين يواجهون بالعقلية الظلامية هذه، نعطيهم ما كانش في الحسبان من قنابل الحق وقذائف القرآن العظيم وقذائف السراج المنير عليه الصلاة والتسليم. بل الذين كفروا في تكذيب، والله من ورائهم محيط. بل هو قرآن مجيد، يأكد ربي القرآن قيمته كبيرة ياسر. إلي غلوريفي غلوريفيون ديو، إلي سبليم في لوح المحفوظ، أي ربي جعل قيمته ومكانه محفوظة، لا يمتد إليها لسان خامج أو يد باطشة. نسأل الله السلامة. وكل شيء عمله اليهود في حق القرآن ولم ينجحوا في شيء، لأن ربي وعد أنه حافظ له وحافظ اللغة العربية. بالتالي اللي قاعد اليوم يحفر العربية يقول له فك عليك، رك فاشل على طول، وارجع لربك فتنال الرضا الرباني وتكون ناجح على طول، دنياك وأخرك. والسلام.